مع أشواط الحقائق، الأشواط القوية التي يشهدها ميدان التحدي في صباح هذا اليوم. أهنئ جميع الفائزين، وهذه انطلاقة شوطنا السابع على الهواء مباشرة. هذا الشوط خاص بفئة الحقائق البكار، ومقدمة الشوط ومن تحتل المركز الأول ند لحمد بن راشد بن محمد الزبداني مع المركز الأول. ننتقل إلى المركز الثاني، شوشرة لحمد بن علي بن حمد القريصي مع المركز الثاني، بينما المركز الثالث تتقدم نجود لحمد بن خجيم بن سالم بن عايض العذبة. المركز الرابع تسلل وتقدم من التماس لحسن بن علي بن حسن العطوي، خطفت المركز الرابع، بينما المركز الخامس تتواجد فيه هنا بالشهلي علي بن زيد بن علي الشراب. هذه النتيجة أيها الأعزاء، أيها الحفل الكريم، في شوطنا هذا، في ونحن نقترب من لوحة منتصف المسافة ونشارف على منتصف مسافة هذا الشوط، وما زالت القيادة مع شوشرة، أو خطفت المركز الأول شوشرة مع حمد بن علي القريصي، أحد الشباب الملهمين مرهف الإحساس، أحد الشعراء البارعين. يقود شوشرة قيادة حكيمة في هذا الشوط بشعاره المميز حمد بن علي القريصي، ولكن التسلل من بلشة خطفت المركز الأول وغيرت مجريات الأمور لعلي بن زيد الشراب. يقدم لنا بلشة على المركز الأول، وأيضا تتسلل في مقدمة الشوط خزامة على المركز الثاني لعبد الهادي بن علي بن سالم الجربوعي، يقدم لنا خزامة على المركز الثاني. ننتقل إلى المركز الثالث، ومن تتقدم على المركز الثالث هنا ند، أو هنا شوشرة لحمد بن علي القريصي، من أحدثت بالفعل الشوشرة في هذا الشوط، بينما المركز الرابع تحمل الرقم 8 الراية لهادي بن حمد بن حسين البريدي، مع المركز الرابع تحمل رقم 8 وأيضا قلادة، فكرت الرقم 18. عموما هذه تتقدم الراية لهادي بن حمد آل حسين بن هادي بن عبد الها هادي بن حمد بن حسين البريدي، ويقودها حمد بن عبد الهادي بن حسين البريدي ويتابعها في هذا الشوط. هذه على المركز الرابع. المركز الرابع هناك أيضا تسلل ودخول على الراية من قبل الباسلة لحمد بن علي بن محمد ألف هيدي، يضمنها الأمين الصديق أحمد. المركز الرابع هنا الراية لعبد الهادي بن حمد بن حسين البريدي، وعلى المركز الخامس الشهامة لسالم بن حمد بن سالم النابت. عموما عودتنا مع الكيلو و200 متر إلى بلشة، على المركز الأول، والشعار الشراب علي بن زيد الشراب يدفع ببلشة في هذا الشوط. سلالة مبلش على المركز الأول. المركز الثاني خزامة لعبد الهادي بن علي بن سالم الجربوعي مع المركز الثاني، الباسلة مع المركز الثالث حمد بن علي بن محمد آل فهيدة. المركز الرابع الشهامة لسالم بن حمد بن سالم النابت، وننتقل إلى الراية على المركز الخامس لهادي بن حمد بن حسين البريدي مع المركز الخامس. وهذه نتيجتنا أيها الأعزاء، أيها الحفل الكريم، 800 متر الأخيرة وبلشة على المركز الأول. يا الله، يا سلام، يا سلام، علي بن زيد بن علي الشراب والعصا قوس، الله، بدأت التعليمات الطفيفة لبلشة. المركز الثاني خزامة تحاول محاولات جادة وحقيقية مع عبد الهادي بن علي بن سالم الجربوعي، ولكن بلشة مع المركز الأول مع صدارة الشوط. الله يا الشراب، بأمان وسلام. بلشة تخطف ناموس الشوط، تخطف المركز الأول، تخطف صدارة الشوط. الله، إذن بلشة أبلشت المشاركات معها في هذا الشوط مع علي بن زيد الشراب. تهانينا
لعلي بن زيد الشراب على هذا الفوز ورصيد بالشمالي بالإنجازات، رصيدها غني وحافل بالإنجازات. إذن تهانينا تهانينا القلبية والناموس على هذا الفوز المستحق. هذه بلشة هنا تصل إلى الأمتار النهائية في هذا الشوط، وهو الشوط السابع في المجموعة الخامس من مجموعة أشواط الحقائق البكار في صباح هذا اليوم. تهانينا أو الرابع للبكار، تهانينا والناموس لعلي بن زيد بن علي الشراب على هذا الفوز المستحق. المركز الثاني اللي ما قصرت ابدا خزامه، قدمت عرض تشكر عليه لعبد الهادي بن علي بن سالم الجربوعي. المركز الثالث، المركز الثالث والرابع دخول جماعي ما بين الطويله او طويله لراشد بن سعيد الرميثي، والمركز اللي دخلت معها الخط شوشره لحمد بن علي القريصي. المركز الخامس، المركز الخامس نجود لحمد بن خزيم بن سالم بن عايض العذبة. تهانينا وناموس لجميع الفائزين. والتوقيت الزمني 6 دقائق و3 ثواني جزء واحد من الثانية. إذن مخرجنا محمد فيضي، التوقيت الزمني على ما يبدو يتحطم في هذا الشوط تحت أخف بلشة وصاحبة هذا الشوط السابع. إذن المركز الثاني 6 دقائق 7 ثواني 7 أجزاء من الثانية، هو توقيت خزامة. تهانينا لعبد الهادي بن علي بن سالم الجربوعي. المركز الثالث، المركز الثالث، هذا هو الفوتو الفينش. عطنا يا مخرجنا العزيز الدونية كم رقم، هذه تحمل رقم كم؟ المركز الثالث تحمل رقم 30 طويلة، توقيتها 6 دقائق 12 ثانية، 6 أجزاء من الثانية. تهانينا وناموس لمالك طويلة راشد بن سعيد بن أحمد بن سعيد.